مشاهدينا الكرام، سعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص من برنامج بلاد سبور، والذي سنحاور فيه أسطورة كرة القدم الجزائرية صالح عصاد، الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في الرياضة وفي كرة القدم الجزائرية. حوار شيق مع صالح عصاد، تابعونا طبعا بعد هذا. سيد صالح عصاد، مرحبا بك سيدي، شكرا جزيلا على قبولك دعوة. الله يسلمك. بان ابري انسيستونس، يعني شحال من خطره وانا وياك نتعيطوا في التليفون، و دونك لبيت يعني الدعوه، و سي توجور افيك ان غران بليزير نجي نقعد معاك ونجي نقصر شويه. شكرا. كره القدم يعطيك الصحه سي. خليني نقول لك عمي صالح، يلا باش اذا تسمح لي. طبعا شرف لينا كبير انك متواجد معنا في قناه البلاد وفي هذا الحوار الحصري الذي سوف نتكلم فيه عن شخصك وعن تاريخك في كره القدم وماذا يفعل الان سيد صالح عصاد، وبعدها في الجزء الثاني سوف نتكلم عن كره القدم الجزائريه وخاصه المنتخب الوطني المقبل على تصفيات كاس افريقيا 2023. خلينا نبداو بالحياة الشخصية لسيد صالح عصاد بعيدا عن كرة القدم. الناس اللي تعرف صالح عصاد واللي تحب صالح عصاد ربما حابة تعرف أين هو صالح عصاد. صالح عصاد اللي سان روتريتي، احنا تعرف اللي اون فوزي كو الفوتبول، يعني ما كانش عندنا شيء آخر إلا كرة القدم. اليوم دونك اوني ان بي بو كوم دي روتريتي، لاتي شويه بالدار وب لا بوسيبيليتي اللي ما كانتش عندنا افون كونت اون ايتي جوار، يعني اون ايتي طول طون في دي زوتيل في دي روغروبمون. اليوم في الدار شابعيني الحمد لله، عندي اولاد ولادي وانفع بناتي اوسي، يعني عايش معيشه يعني تاع ان بون غران بير، يعني ندي الدراري دي فوا لمسي نروح نجيبهم، نروح جو في المارشي افيك لا فامي، يعني عايش معيشه يعني تاع بعيد على كره القدم. بعيد على كره القدم، يعني نشوف دي ماتش على التلفزيون كوم تو الموند، يعني كوم بعيد على ممارسه كره القدم، يعني من ناحيه التقنيه ولا كتدريب ولا كتسير صالح مصالح جدره. جو سوي بوكو بلوس بوتيتر سي زمان واحد اخر، زمان تاع ادوتر بيرسون، فهمت يعني. احنا وني اليكار دونك اون سوكيب دوتر شوز، يعني فهمت. شيخ تغيدك اليوم انك انت شخصك طبعا ولا 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 لاعبين اللي قدموا لكره القدم الجزائريه ما لهمش بالضروره يعني لعبوا اليوم، لازم يكونوا في كره القدم، اللاعبين اللي قدروا يمدوا لكره القدم، اللاعبين اللي كانوا دي ليدر في وقتكم، في صورتك انت سيد صالح عصاد، ربما ما تشوفش انه تتاسف لما تشوف انه ما عندكش مكانه صح التعبير في الوقت الراهن لكره القدم. هذا 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 سي ان سيستم، تسمى سي اون مانيير دو فوار تاع الجزائريين، يعني من الناس تاع الفوق حتى لتحت، اوني كوم سا. On efface et on recommence. ما عندناش ديك الثقافة تاع الإنسان أعطى عنده une expérience، عنده تجربة قوية وكبيرة في مجال ما، يعني نتكلم على المجال تاعنا كرياضي. ما الناس يفوا با بلي سي اون بيرت، يعني هكذاك، يعني يبروفيت با، يصاف با بروفيتي. ما يعرفوش يستغلوا، باسكو سي با توا كي ا بوزوان، سي تو انت سا تو في مال انت ان طونك سبورتيف. نقول سبحان الله العظيم، تو سكون اكي كوم اكسبيريونس منا اون بو با لو ترانسميتر ا دي جون ا دوتر، سي اون مي. هذه عقليه تاع الجزائري، يعني اي سي با لو تروفي، يعني من 62 الى يومنا هذا ما عرفوش باللي دي جون
اللي عندهم تجربه ويصاف شوازير باسكو يان بروفيل سي با تول موند. نقول باغ اكزومبل في الفوتبول تول موند بو اتر اون دوفي انترينور، لا سي فو، ما كاش منها، سي با تول موند يان بروفيل يعني باش يكون انسان il peut être entraîneur, il peut être éducateur, فهمتني؟ باسكو هذا اختصاص. Et dans le football, cher, il y a pas que entraîneur, dirigeant, il y a dirigeant de club, exactement. Mais هنايا في الجزائر ما عندناش هذه العقليه. Malheureusement. On essaie d'effacer, on essaie de faire en sorte باش علاش le bonhomme اللي كان il veut rester, تما حكم الكرسي ما يتنحاش، فول البونوم اللي peut lui faire mal يعني c'est pas qu'il peut lui faire mal, il va lui faire de l'ombre pour lui. Exactement. يخاف منك يبروفيت مع ولهذا ربما كرة القدم في الجزائر ما تلقاش دونك ميليو تاعنا اون افريك اسكو تو تروفرا يعني ان جور ان ديريجون خمم باللي ان فوتبولور كي ماركي ليستوار تاع الفوتبول كسوا ديها من لي زونسي روحها دحلب ولا فهمت يعني ما استغلوش التجربه تاعهم ما استغلوش الاسم تاعهم في لي انستانس باغ اكزومبل تاع الفوتبول اون افريك لا كاف لا فيفا فهمت صح. انا نعرف الفوتبول كونت اون فرانس بلاتيني لو بريباري اكزاكت ايزون بريباري لو بلاتيني اللي عرفناه في التسيير مثلا المجال تاعو باش يلحق الى في اون طون كونترينور اون بيريود من كم من بعد لا في بلي اي بوف الي انكور بلو لوان افيك لو سي مون شيخ ربما بيرسون تاع سورتو بوتيتر بور اتر اونترينور مي داروا ان سورت باش يلحق يروح لا فيفا سورتو في في لاكاف كما قلت شيخ مصطفى دحلب لي le prince du parc des princes ça le prince de, du parc les ah oui, les macachou macachou au niveau du des instances du CAS et Fédéria c'est pas plutôt Fédéria c'est pas normal Mustafa Dahle par exemple l'époque تاعنا حنا نتا جون Mustafa c'était quelqu'un يعني en Europe et en Afrique bah oui مازال حتى اليوم في فرنسا les africains كيف يفتخروا به يزوقوا به فهمت من بعد جات لا جينيراسيون تاعنا سي pareil تشوف par exemple يعني في لي زاني هذوك تاع 80 لافريك توت لافريك يعني ما كاش جهه اللي رحنا لها ما عرضوناش حتى الناس الكبار تاعهم حتى الناس يعني شتيمو هنا شي حبيت نقاطعك شتيمو 82 انت اول لاعب جزائري اللي راح تعرف في فرنسا في اول لاعب جزائري في ليبوك تاعكم لا جينيراسيون تاعكم لا جينيراسيون تاعكم سيتي 82 انت اول لاعب جزائري من المنتخب خرج راح لفرنسا في ميلوز رغم انه كانت فيه عروض اخرى علاش ميلوز ديجا فوالا دونك انا قلت لك باسكو يافي ديجا يافي دي لوا تما ريغلومون في الجزائر لو جوار الجزائري حنا كنا متبعين لي بي دي لاست يعني متبعين الروس لا يوغوسلافي على ليبوك منا كامل لو جوار سيتي اي بوفي با بارتير ا ليترونجي حتى يدير 28 عام داكور Donc c'était canon. Le joueur c'était dans sa tête. يعني j'ai pas le droit, donc je ne quitte pas. Enfin, حتى les équipes étrangères, par exemple, même qui يشوفونا dans des tournois maintenant, mais يعرفوا القوانين تاع بلادنا, ils vont pas venir. فهمت. Ben Mulhouse c'était une équipe qui jouait les كانوا يلعبوا في المقابلات الأخيرة. يعني ils ont fait des barrages. هما ما كانوش تسمى ils ont pas terminé le championnat par rapport aux autres équipes. وحنا كي كنا في الاسبان يا في بوكو دو كلوب كي فولي افوار لي جوار تاعنا فهمت يعني ميم تاع شيخ كان عندك بزاف العروض كان وعلاش ميلوز بالضبط عروض في فرنسا في المانيا في اسبانيا يعني اون افي بوكو دو كلوب احنا ما كانش عندنا غير من لا كوب دي مون 79 80 اون ايتي دون الفيزور ما كان كويكو باغ اكزومبل تاع بوردو ما كانش يخرج منا في لي زاني هذوك تاع فهمت بوردو على ليبوك سيتي اون غروند ايكيب فهمت باريس سان جيرمان فهمت يعني كانوا سانت اتيان ليل لونس هذو كاع كي كنا كادي جونيور كما يتجراو مورانا دونك اون ايتي مي في لا كوب دو موند ils avaient pas de temps les الناس اللي سيدوا اللاعبين هكذاك ils ont compris بلي احنا الالجيري vont pas nous autoriser les clubs ils sont engagés avec d'autres joueurs انايا j'ai eu la chance enfin la chance يعني كي ولينا من لا كوب دو موند لهنا للجزائر يا يو لا بيريود هذيك وين رحنا للرئيس الله يرحمه شادلي نوزا روسي في سان جوي هذاك اون ا بارلي ان تي بو
de notre carrière, de notre femme, يعني de nous-mêmes, يعني en tant que شخصيات رياضية, يعني علاش مغلوق علينا في ذاك الوقت. Donc on a parlé de ça, il a autorisé, قال لك نو علاش ما فيهاش مانع ولا تروحوا تقعدوا في يعني مع الجزائر, pas de problème. Il nous a autorisé. D'accord. Et l'équipe de Mulhouse à l'époque jouait les banages et خرجت الكلمات تاع البريزيدون لحقت en France. Il y a eu un contact directement d'un journaliste مع Jean-Marc Guillou. Donc de suite ils sont venus me voir. À l'époque il y avait plus de clubs, يعني après le PSG bien sûr. PSG après. Exactement, juste le PSG. عام d'après parce que هما تاني كنا ليكسبيريونس تاعك مع باريس سان جيرمان. بان العام تاعي كي كنت ديجا في ميلوز, لاني تاعي كي رحت لميلوز de suite je suis devenu le numéro 1, le meilleur ailier de France. Exact. Donc il y avait pas photo, tous les clubs me voulaient. J'ai eu le genou gauche تاعي ثاني, عاود تبليسي ثاني في البروبليم تاع الكونديل انترن تاعي, الكارتيلاج تاعي. مي باريس سان جيرمان كوم مي فولي جاو ليا ديريكتومون في لاني هذيك تاع 83 84, يعني قالوا ميم بليسي ما نقدر نديوه, يعني C'était grand, cher Hadja Kbira, أنك Paris Saint-Germain, à l'époque, c'était une équipe de stars. Il y avait des joueurs internationaux, pratiquement beaucoup de nationalités, parce que Paris Saint-Germain a essayé de jouer, d'être une équipe, elle voulait jouer la Coupe d'Europe, mais à l'époque, ils voulaient former une grande équipe. Justement, j'ai une question, on va voir. C'est à vous de voir si vous voulez répondre ou là, طبعا انت تحب تجاوب ولا لا. انا نعرف واحد القصه مع 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 صحفي شهير فرنسي اللي هو بيرميناز. دونك لي زونسيان يقولوا بلي تعرضت للخيانه من طرف هذا سون اونتري دون لي ديتاي, من طرف هذا الصحفي. اسكو سي فري فو, اسكو نقدروا نحكيوا الخطوط العريضه تاع القصه هذه؟ بيرميناز اليوم راه متهم في فرنسا بعده قضايا فاسده. لا لا مي سنارينا فور, يعني با تهم بالخيانه. نو باش نفهموا الناس على ربما حياه هذا الصحفي. نو ساي سايتي محسوب اني با سيتي بور لا بروميير فوا وي فولي فينير فير ان انترفيو معايا في ميلوز. دونك الى في الديبلاسمون سور ميلوز ما تيليفوني, قلت له كي لو تيريف, قال لي اتلور, رحت سنيته في لاغار باسكو قال لي نحق اتلور منا رحت باش نجيبو. ديتو لوتيل, رحنا لوتيل منا, مي سيتي كومبلي على ليبوك, يافي لا سي جي تي و لا فورس اوفريير هذوك بداو كاع لي اخرين. تو تي فيان شي موا, يعني تاخذ كي جا معايا في الطوموبيل. الله يعلم, قال قرا آية قرآنية. آية قرآنية. قال لي هذا سي دو كوران. قلت له وي. قال لي اسكو صالح تو براتيكون. قلت له ميزيلمون براتيكون بيان سور, اون بو با اتر, اون بو با دير حنا عندنا ميزيلمون, مي فو اتر براتيك. اي سي تانتيريسي. قلت له اسمع, قلت له هضر لي على البالون خليني موسم. قال لي نو سا مانتيريس و سي نوتر, يعني قال لي اسكو تو في تاع الصلاه يعني في الفجر. قلت له سا ماريف دي فوا كون سويا ولا حاجه نروح للجامعه. قال لي تو لاف تروح للجامعه صباح ولا كم؟ قلت له ايه. قال لي تو في الصلاه تاعك في الجامعه؟ قلت له ماشي في الجامعه وفي الدار, سا ديبون, يعني سي دي مومون سي دي بيريود. دونك كي تانتيريسي كي جا للدار من يفولي بارلي بوكو بلوس. قلت له انا يودي ريستون في كرة القدم احسن, ريستون دون الفوتبول, يعني سي دو بريفيرونس, يعني نتكلم معاك الفوتبول افضل من نتكلم معاك على الاخر, باسكو جو ميتريس با دون اي دو دو سي كيك شوز دو ساكري عندنا, و جو نفو با بوتيتر تو ريبوند دي فير دي بوتيتر دي زيرور. دونك يفو ميو شونجي لو. Donc, quand il a fait l'article de France Football ou l'équipe, il a mis un titre un petit peu, la vie cachée de Salah Assad. Donc, il a parlé un petit peu. Et à l'époque, les gens
ne parlait pas يعني c'était la religion c'était autre chose فهمت يعني حبي خلق لك اليوم رانا نشوفوا اليوم الهيستوار تاع المسلمين صح داير avec le problème هذاك تاع Paris Saint Germain إدريس لاعب متوسط بي اس جي tu imagines un peu يعني احنا نكونوا عندنا في وقتنا ثاني le fera je n'accepterai jamais c'est quelque chose de يعني qui a l'encontre de notre religion واحدة et qui est contraire aussi à la nature je ne veux pas يعني علاش الانسان يحب يحتموا عليك توسي حاجة لي un message pour nos joueurs peut-être non pour le joueur هذا تاعنا لي متو pour tous les joueurs il faut faire en sorte باش يكونوا منضبطين يعني ما يخلوش يعني اون لاس با ليسي باسي يعني دي شوز باري يعني احنا محرمه عندنا وحده وثانيا سي اون بو با ديفوندر اون كوز تاع ناس واحد اخرين يعني جو ديفون لا كوز تاع انسان لي يعني نسمع يعني نسمع كونتر لا ناتيور تاع الانسانيه سيما ابري لا كوب دي موند 82 سيد صالح عصاد لو غران بولي لو غران بولي اسطوره كره القدم العالميه كان وضعك مع احسن مهاجمين في كاس العالم 82 بخيخون واش حسيت بعد الكلام احنا اون في بور سا على بالك الفوتبولور وعلاش دي فوا كي نجوز في التلفزيون جيم با بارلي دير دي شوز با بيان بور ان جوار ميم سي جو فوا كيا دي زيرور مي جيسايري توجور دو دير يعني كل كوتي بوزيتيف باسكو جو فو فير فيفر لو جوار في لو رافع في لو نواج تاعو انا بايحبوك الناس دايما جو فو ليدي اكزاكت باسكو سيتي انا كنت هكذايا كنت باغ اكزومبل كون نسمع في وقتي ان جوار يتكلم عليا بحاجه ماشي مليحه ولا يتكلم عليا بحاجه مليحه سا با فير بليزير وحده انا كي هذاك الوقت تكلم بولي سا ما فريمون فهمت ان ماتش فير ان ماتش اي تو مي ديريكتومون parmi les 10 meilleurs joueurs du monde sur place يعني في ان ماتش برك الا كومبري بلي كو جيتي با ان جوور بري فابريكي جيتي جوور اي لا في بلي جيتي كاباب نعرف نلعب البالون نعرف نجري نعرف نماركي نعرف نتيري نعرف نتخبى نعرف غراف دونك الحوايج هادو الا كومبري دو سويت الا مي اون سورت اون فالور لاخر تاعي il s'est pas trompé يعني بون ولو اليوم حنا peut-être كيما قالوا اسمو نجمو نزخو باسكو رانا كبار يعني مالاش تاع 20 مي سا ما في انورميمون بليزير يا با كو لوي يا اوسي بيكامبور كي ا بارلي اوسي كي قال لي بار اكزومبل بيكامبور قال بو سال عصاد بو اتر يعني بو فير لو بونور دو نيمبورت كيل ايكيب دوروب donc les grands entraîneurs hadouk les grands joueurs hadouk ça fait plaisir et ça fait يعني le rêve تاعك هذاك الحكت ليه سي تادير ما قالهاش ما قالهاش عليا واحد غير نو قال عليا هذاك اللي كنت انا نحبو كنت نتبعو كنت عرفتو بلي سيتي لو مور جوور دي موند فهمت اليوم اجوردي باغ اكزومبل جو بو فير لا ديفيرونس اونتر نقول بينو وبين مارادونا نقول لك مارادونا سي ان جيني ونقول لك بولي يلي اونكور ميور فوالا باسكو بولي سي لي دو بي بولي سي لا تيت بولي سي لا فيتاس بولي سي لا فورس بولي ولو الاخر عنده كاع الحوايج بصح شفت يلعب بولي وشفت يلعب مارادونا دونك جو بو مي برونونسي باوي سومون 82 شيخ قبل ما نروحوا لكاس العالم 86 بمكسيكو 82 بخيخون توقعت قبل المباراه ان نربحوا الالمان وتوقعت كذلك انه راح تسجل ثنائيه ضد تشيلي ولا ماني صغلت قلت كونتر شيلي قلت كلام واحد اخر قلت انه كان ما نخرج فاس او بوت افيك ليكيب اللي عندنا افيك لو جو كونا اي جو جو اون جو فاس او بوت باسكو على ليبوك انا كنت اون فورم وكان ليكيب تاعنا ما كانش محسوب يعني سيرتو من جهه في الميلو تاعنا اون ايتي با في النيفو تاعنا فهمت الخضر انه كان في المستوى تاعو فرقاني يكون كان في المستوى ثاني تاعو لي ديفونسور يعني في المستوى تاعنا حقيقي يعني فورم كنا فريمون اون اري بو فير بوكو شوز انكور ميور باسكو اون ايتي كاباب صح دونك Donc c'est vrai ou je crois que l'équipe je me suis dit enfin j'ai قلت هذا الكلام قلت نلعب face au but ما نخرج يعني
يعني مال غاردن بوت فاصفاس ما نجيش نتكلم على البالون. قلت الماركي ما نماركيش مي نخرج فاصفاس يخرجوا لي زوكازيون باسكو جي لا بوسيبيليتي بور اريفي او بوت. نعرف روحي ونعرف لو شيما تاكتيك اللي حبيت درتو على حسابك لو شيما تاكتيك انت اللي درتو بيان سور يعني باسكو جو مسيو ابيتوي مع اللاعبين اللي كنا نلعبوا راك شفت سي تي دي بوت دو 3 4 باس سي دي بوت انا كنت لا باس تاعك ضد هدف ضد المانيا شيخ الخطر اليومي الهدف تاع الالمان وحده سي تي لاكسيليراسيون النظره تفهم باللي لو ديفونسور ولا لا ديفونس كومبليت باسكو يا ان روغار صح تاع فير لادفيرسير يا روغار اوسي بور توت اون ديفونس يعني كونت اوني سا سي دي شوز كون ابران سي دي شوز اللي عندك انت بينك وبين الضمير تاعك وبين شميت انه حتى تربحوا ضد المانيا في هذيك المباراه قبل المباراه لا باش قلت الكلام واش نقول بلي محسوبه قلت بلي اون اتون دوبي فيرم يعني باش نلعبوا مع لي زالمون بور لو مونتري بلي او مون دونتي سي با لي زالمون برك نمروا بلي ودي اون اي ليكيب كاباب يعني سي با سي تي لو كاز جوستمون دونك اون افي با بور يعني ما كانش عندنا خوف يعني ما كانش عندنا خوف منهم باسكو اون جوي دي جو بارافون لعبنا مع لي زالمون لعبنا كنا عسكر ربحنا لي زيطاليان ربحنا لا غروند ايكيب ناسيونال ربحنا لي ليكيب تاع الطليان في ايطاليا افيك لي تارديلي لي اغوستيني واسمو هذاك غرادياني فهمت سيتي ليكيب تاع 82 تاع لاكوب دي موند لا كوب دي موند 82 ربحنا لي زالمون تانيك ربحنا فهمت دونك سيتي با يعني اون افي با بور on s'est mesuré au grand parce que on s'est préparé pour ça on était tout le temps dans le qui me dit dans يعني aller à la plus haute performance يعني c'est-à-dire d'aller encore plus loin صح وهذا ربما نحبوا البالون كنا نحبوا الخدمه نحبوا في 82 طبعا ابهرتهم العالم وليس الالمان فقط وربما الجميع اجمع على المستوى الكبير جدا اللي كان للمنتخب الوطني في 86 لم تكن قائدا للمنتخب الوطني في 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 مكسيكو ما كنتش انت القائد في المنتخب الوطني ولكن الناس اللي سبقتنا في المهنه قالوا لنا انه صالح الصاد كان لو ليدر نيميرو 1 وكاينه واحد القصه تقدر تحكيها لنا اسكو سي فري زافي ديزامورسي اون بومب لا في دو تورنوا يعني كنت ربما جنبت بعض المشاكل وهي قضيه ما تعرف بلي بريم تاع اللاعبين شوف هذه تاع الليدر دوبي كو جيتي تو جون ملي كنت كادي جيتي بوكواش اش اخوا ترفض شرط القياده سي كيفاش يقول لي رب العالمين طبع تاعي يعني نحب لو بلوز اجي كو موا نحب ان بونو ماك دايا بوتيتي سي كيسيون دو ريسبي مع الزملاء تاعي بور رومونتي لو مورال لا دوتر بيرسون ما عنديش انا واش مول بروبليم على يعني لازم نبان بحاجه سي تي با اون شوز انا كونت جو في اون شوز جو لا في حتى كي تكون مخبيه نديرها يعني بدون جي با لو مونتري فهمت صح دونك في ليكيب انا قلت لك بلي جيتي بلوز اونسيان بارابور لصحابي حتى كي كنا اونسومبل جيتي طول طون لو كابيتان ديكيب يعني ما عنديش مشكله لاتسيو اللي صار في 86 ربما لو بروبليم تاع 86 سيتي لو ماتش كونتر لاسبان اللي جوار يزالي فير اون غريف Ils avaient raison, yani, à l'époque, ils avaient raison. On avait énormément de problèmes. Bon, on a eu un problème, les primes, un problème entre professionnels et amateurs. Parce qu'il y avait des gens derrière qui ont voulu laisser le ticket dans ce sens. Or, le problème n'était pas là, le problème c'était autre chose. Le problème c'était nos dirigeants qui ont failli à leur mission, qui ont fait en sorte qu'ils aient joué avec l'équipe de 82. 86 parce que c'était la femme. Il ne voulait pas de cette équipe, il voulait la salir. Femme, d'ailleurs, Houedj, rire, Makboul, on ne fait pas des choses, surtout quand ils ont parlé par exemple de problème d'argent. Problème d'argent, on n'a pas eu de problème d'argent, de prime, NF Makboul, puisqu'on l'a réglé auparavant. Makboul Marrochou, réglé Nahana Marraïs. راحل شادلي بن جديد الله يرحمه الى دوني اوردر هنا الى سو الى كومبري و الى سو باسكو انا ايطالي نو بروبليم قبل ما نروحو
دونك ريغلو بروبليم تاع لي بريم ومنها كامل قبل ما نروحوا. دونك اللي قال بلي دونك ريالمون يافي طون بروبليم دو بريم تاع الدراهم كذابين. نحاونا دراهم وي كي لحقنا ليكا لا فين دو ماتش يعني تاع ليرلوند يزون بارلي دارجون يزون بوسي دايور لو بريزيدون كون افي سي ان بريزيدون بار انتيريم اللي ديريجون كي موني لا بارك يعني اللي كانوا يتمشاو من الاخر كانوا مخبيين ما يوروهمش لي فيريتابل ليدر سيتي دي جون اللي كانوا مخبيين كاين اون كوميسيون كاي تي بلاسي وهذيك لا كوميسيون هي اللي خمجت مشاو اي لو بريزيدون هذاك اللي جايبينو برك هكذاك اي لو اي لو لو ستاف تكنيك تاعنا اللي سعدان وبالقاسم لا في دو مود لي روند نحاولكم دراهم شيخ باش يفهم الجمهور نحاول الناس يطادير احنا اون ايطالي فاري ريونيون تكنيك يعني باش نتكلموا على البالون باش نلعبوا دراهم يزيد شي زوم ما عندنا حتى بروبليم مع دراهم دراهم سيتي في لا بونك ما عندنا حتى مشكله على هذا الشيء جا البريزيدون هذا بار انتيريم لي فوني نو لير دي تيليكس دي تيليغرام اللي بعثوهم منا من الرئاسه من الشبيب والرياضه تشجيعيه ومن كيما نضار يا بروتوكول حاضر يعني كي كمل باش يروح قالنا يا بتي بروبليم واش البروبليم هذا يا قال لك الدراهم اللي عطاو لكم هذوك اللي هيه ام بعثوا لي تيليكس راه مغلطوا راه من حولكم وعلاش جيت تحكي لنا انت يا فوق لافي دو ماتش لافي دو ماتش خلي حتى انا تكمل لاكوب دو موند دراهم ندوهم لا نكمل لاكوب دو موند وعلاش جيت تعطينا الكلمه كيما هذه الله جو تو لاس يعني ابو بري فوار واش صرا كي قال كلمه كيما هذه صح كلمة كيما هذه طرطقت كاع المجموعه ناضوا لي جوار اللي ما يلعبوش لي جوار اللي لعبوا ولي فهمت حنا قبلنا شيء افيك après avoir يعني donné ordre le président de la république il donne ordre le جماعه يعني règle le problème تاعهم وانت يا 15 jours après le match la veille du match tu viens lancer une bombe كيما هذه vous étiez là ورجع انت اللي حكمت اللاعبين انت اللي تكلمت مع اللاعبين المهم on a essayé de régler parce que le problème كبروا منا كامل دواس ومنا كامل حكمت انا يا j'étais plus sage حكمت les dirigeants قلت لهم خرجوا خلونا احنا on est à la veille du match et c'est important احنا on joue un match de football il faut une préparation on n'a pas besoin يعني نهضروا معكم دركا نهضروا معكم ابري يعني خرجوا ومن بعد جي fait un petit speech برك هكذا يعني les joueurs قال يا جماعه يا كيلك شوز كي دريات مع المجموعه هذه اللي راه جات طلقونا كلام هكذا سي با بور يان يفو تعاودوا تولوا الصواب وتعاودوا تولوا الاخر تاعكم باسكو لو ماتش يفو غاني او مو البريمي ماتش يعني بور اسوري الاخر تاعنا دوك نقعدوا نداوشوا منا كامل صرا فينا با تي بو با باسكو تي تو شي كيلك شوز المهم دوزنا الاخر تاعنا ومن بعد اون ريغلي بروبليم دارجون اون دوموندي نوتر اجون يصدر في هذيك النهار باسكو اون بلو كونفيونس في الاخر خرجوا كاع درهم يزون دوني نوتر اجون اون جوي لو ماتش بصح الانرجي اللي بحرناها في الحكايات وفي الكلام ومنا كامل يعني بسبه تاعهم دونك طرطقنا ولا فيها ماتش نول الماتش هذاك تاع ليرلوند يعاودوه معنا 10 مرات ولا 100 مره جامي بيان سور امبوسيبل يديروا معنا سكو اون ايتي بلو فور عليهم بلو فور عليهم سي با اون ايكيب لي سمو شي قبل ما نروحوا لا بوب اون دانيير كاستيون اون انيكدوت ربما الغراف تاع سي صالح حصاد اللي دار ميم دي زونفون مان اون دو 10 اون ولا تاع 15 سنه على بالهم بلي الغراف تاع صالح حصاد كاين مينيسر من القاره الافريقيه شي فضلاله ضحك ما باش ولا صحاح ولا لا ابري الماتش جا لو فيستير وطلب يشوفك وبعد ما شافك طلب منك انك دير له الغراف قدامه وقال لك بدي يقول لهم سي ني با نورمال سي تا ماجيسيان يعني هذا سحار ما راهوش لاعب كره قدم اسكو سي فري تعرفوا ان افريك لي جون لو فوتبول بورو سي اون ريليجيون يعني صح يحبوا الناس تاع البالون ويحبوا وسيتي كوم سيتي كالك شوز يعني يعني كي ديروا تي دي لي ديفونسور يعني افيك لا فاسيليتي اللي كنت نديرها هنايا سيتي نوفو دونك الى اسيستي ان ماتش الى فيو يعني بعينيه وشاف بالاخر تاعو ان جوور داوه ابري زافوار في لو جوست هذاك تكسر مسكين داوه في الاسعاف برونكار داوه يعني الامبيولونس داتو دونك لي فوني مي فوار قال لي كيستو لي فيه واش من حاجه اللي درتها له يهدي قلت له بالون سي با اون اي لا فولو انسيستي باش نوري له
سيتي نوفو فهمت يعني الناس ما كانوش يديروا دونك ايزون بيان ايمي و اي اون اي ديفوني دي زامي مع المينيستر هذاك اون اي ديفوني امي ما فريمون محسوب يعني انا باسي ان موا دو بريباراسيون تما شاك جور يفوني نوفو يعني كل نهار يجي يتكلم معنا دونك فوالا كانت هذه بعض حكايات لنجم كره القدم طبعا اسطوره كره القدم الجزائريه سيد صالح عصاد راح نشوف فاصل يجتمعون عدل ولو في الجزء الثاني باش نتكلموا قليلا عن المنتخب الوطني وما ينتظر الحضور من استحقاقات بقياده المدرب الوطني جمال بلواتي. عودة إذن مشاهدينا الكرام بأسماء حضراتكم في الجزء الثاني من هذا الحوار الشيق مع أسطورة كرة القدم الجزائرية سيد صالح عصاد. مرة أخرى أرحب بك سيد صالح عصاد وشكرك على هذا طبعا الوقت اللي خصصته لقناة البلاد من أجل ربما إشباع رغبات المشاهدين الكرام. تكلمنا في الجزء الأول عن ربما الحياة المهنية والشخصية لسيد صالح عصاد فيما يخص كرة القدم الجزائرية. اليوم المنتخب الوطني وعشاق المنتخب الوطني الجمهور قلق نوعا ما بعد الإقصاء من كأس العالم 2022، ربما أول رسالة لتوجهها للطاقم الفني واللاعبين وعدم ربما البقاء وراء فكرة ضياع حلم المونديال وقضية قاسامة، ربما سيرمون طونك واحد من نجم نجوم كرة القدم الجزائرية عندك رسالة حاب توجهها للطاقم الفني واللاعبين ولعشاق كذلك كرة القدم والمنتخب الوطني. الرساله اللي نقولها هما سي دي بروفيسيونيل اي زابران سي دي لوسون هادو دروس كما يقول لك الحياه الدنيا تسمى دروس وعبر يعني ياخذ الانسان انا با ايتي جوسكو بو انا في يعني في لا ريفليكسيون تاعنا لي جوور تسمى في لا دينير في لي ديرنيير سكوند هذوك سي دي زيرور يعني نقولوا يعني غير مقبول وانما يصراو باسكو اون جو بار مومون اون بير كيما يقول لك الكونترول يعني في التفكير تاعنا ولا في التخميم ولا في النظره تاعنا ولا فهمت دونك سكايتي في سي كو في لي دينير سكوند هذوك يزون يو سيت سي كوفران بعد لي جوار تاعنا داوسو بعد يو لا توش لا توش لو بونوم افي ان سورت باش يردها له وي فون لو سونتر تاعنا زيتي ان تي بو فهمت با كيما قلت يعني سكون ايو سي اون لوسون سي درس اللاعبين تاعنا يفون لو بروند يعني اون كونسيديراسيون باسكو سا في بارتي دو كيما يقول لك المعيشه تاع لاعب كره القدم اي صوراك il faut que tout le monde soit يعني en éveil يعني قاع فطنين موش quand on est dans des dernières minutes comme ça et comme c'est un jeu d'équipe un jeu de 11 joueurs sur le terrain les 11 joueurs doivent être يعني éveillés à affronter ou là des problèmes les dernières minutes يعني intelligemment فهمت parce que on pouvait facilement يعني peut-être s'en passer l'histoire avec les Saratna la touche تاعهم كانوا ما تصدرش يعني مي سا اريف دون الفوتبول on peut pas les incriminer ولا حاجه parce que عدم تاهل شيخ ضربه ربما ضربه كبيره موجعه لعدم تاهل الى المونديال موجعه parce que c'est ça fait partie de la vie tanique ça fait partie enfin d'un footballeur c'est pas une rater une coupe du monde c'est une jambe tu comptes les meilleurs c'est pas toujours les meilleurs qui vont partir et les qu'on nous promis c'est pas les meilleurs ils peuvent être les meilleurs في les derniers moments ils peuvent avoir des problèmes ينجموا يغلطوا ينجموا فهمت ça arrive يعني faut pas les كيما نقول لك الانسان يقول بلي mais c'est des leçons الانسان ما ينساش باللي المقابله تخلص لما الريفيري سي تادير لاربيت يصفر لا اون غالي احنا عندنا ربما تشوف انه ممكن جدا نعاودوا نبنيو فريق من جديد شيخ بحكم تواصل الطاقم الفني مع المنتخب فيه اسماء جديده ممكن جدا انه نعاود نبني منتخب كما اللي بنيناه في 2019 او تشوف انه حال تغيير رايك طبعا لا لا يا دي جوور كي بوف يعني مازالهم يقدروا يلعبوا يا دوتر كي فون بوتيتر فينير باسكو يا كامام دي جون اللي راهم يلعبوا كسوا هنايا ولا
à l'extérieur. Donc Jamal, il est derrière, il connaît tous les joueurs qui jouent pratiquement en Europe. Pour ça, yani, Tarbli, Jamal, je l'aime bien là-dessus. C'est pas un bonhomme qui est triché. Yani, il va voir. Il a يعني, des idées sur des joueurs qui sont là. Et on à l'intérieur, on le voit dans des stades. Donc, il y a une possibilité où, qui m'a dit que ce n'est pas la fin du monde. On peut refaire une autre équipe où on te met l'homme qu'on a déjà. يعني كل البداية راح تكون ضد أوغندا يوم 4 جوان هنا بملعب وهران الجديد دونك تصفيات كأس إفريقيا 2023 ويوم 8 جوان يوم 8 جوان كذلك راح لدار السلام من أجل مواجهة تنزانيا هنا راح تكون الانطلاقة الفعلية لإعادة بناء المنتخب نعم c'est à partir de là qu'on va voir déjà les joueurs comment ils vont se comporter la réaction de Tahom ou alors on a n'arrive pas les c'est fini enfin ce qui est fait fait l'ab il est professionnel fait raso il fait bli اللي راهو جاي هو اللي لازم نخمم عليه اما اللي فات ماشي راح تعاود تردو دونك يفوك لي جوور سو بريبار بور بور دوتر ماتش اي لي ماتش دو سويت سا اي فوا 2022 2023 دونك سي تا او دو ديمونتري كو سيتي يعني une erreur de parcours يعني c'est un accident c'est pas une faute سمو جوست ابري المباراه هنا ديال الشيخ راح اسكو تشوف انه من الضروره ان نلعب مباراه وديه مع منتخب كبير ولا منتخب محترم لانه فيه 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 برنامج وين راح نواجه بعد هذه المباراتين الرسميتين راح تكون مباراه وديه دونك تشوف سي امبورطون ان نعاودوا نولوا لهذوك لو نيفو بوتيتر باتري اون غروند ايكيب راح تعاود تولي لنا هذيك لا كونفيونس اللي كنا ضيعناها في الكامون ا باك ان انترينور سكي في يعني مال الفرقه تاعو توجور يتيل كو يفو فير اون سورت باش تكون عندك مقابله يعني تدريجيا ماهوش لازم لك تطلع تلعب ديريكتومون افيك دي غروند ايكيب ولا ان غروند ايكيب سيتادير سي faire plaisir d'abord les joueurs parce que quand on va jouer contre une grande équipe d'Europe ou la Haja, ça te donnera يعني, la possibilité يعني, déjà de donner à fond, يعني, et si on fait des matchs avec des équipes l'tahat, c'est, il vaut mieux aller تدريجياً parce que c'est une bonne chose aussi c'est une bonne manière enfin de d'attaquer pour essayer de revenir le هذا ما نقوله باسكو سي صالح الصاد واحد كما قلنا في بدايه هذا الحوار واحد من اساطير كره القدم جو بونس كو فو زافي ان ميساج بور لو كابيتان ديكيب تاع ليكيب ناسيونال اللي هو رياض محرز ربما عندك رساله توجهها له كقائد فريق لانك انت كنت ما كنتش قائد فريق بالاشاره ولكن كنت قائد فعلي فوق المستطيل الاخضر وخارج المستطيل الاخضر دي كونساي ربما لهذا اللاعب نجم مانشستر سيتي وسي من اجل اعاده لمشم اللاعبين والانطلاق الفعلي في 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 بناء منتخب دابور جي با لوي دوني علاش باسكو لو فيت صرحت لك على محرز لانه في وقت انه كان ينتقد فيه بعض اللاعبين القدامى انت منحت دعمك هذا اللعب وقلت ماذا بيا يدير اكثر من جدرت انا دونك لا لا انا نقول لك يعني باسكو انا جو فوا نشوف جوست ابري لا ديفيت يعني ابري يا اي كوم ميم رياكسيون دي جوور كسا سوا لو كابيتان ديكيب محرز الى بارلي الى قال بلي سي با لا فان دو موند غلطنا ودرنا ما درناش يعني الى بارلي فهمت دونك سي توت اون بون شوز الي اي لو سي اي سي اي سي كو الي كابيتان ديكيب الي ايكوتي و سي بلي كو لا بارول تاعو سا فا ايدي دوتر جوور لي بوتيتر بلو جون كو لوي ولا بلو بوتيتر لي ما عندوش المكانه تاعو هو الى بارلي يا نوتر سي اسمو لي راه يلعب في الاسبان تاني كي لا بارلي موندي اوسي ا بارلي Donc, non, ils savent, mais c'est des professionnels, ils savent que c'est important quand on est dans un groupe, une équipe, c'est pas un truc individuel. Le football, c'est un collectif, c'est ça. Tout. Donc, ils savent que c'est important de réagir et de faire en sorte des petites réunions entre eux et de se parler, de dire que voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs, l'arbitre, leader.
غلطات يعني ما نجموش نقولوا ما غلطش الاربيت الاربيت غلط مي توجور ايتيل كو لازم نقولوا بلي حنا ثاني ك اون افي لا فوت يعني لا فوت تاعنا سيتي خلينا لو مومون هذاك تاع تاع 10 سكوند هذيك راحت لنا دونك سي طاو دو رياجير دو سو دير يعني لي كات فيريتي اون فاس اكزاكت سيمو بعيدا عن المستطيل الاخضر شيخ سيرمون لازم نعاودو نشوفو روحنا من الناحيه الاداريه ومن الناحيه اللوجيستيكيه جو بونس كو ليكيب ناسيونال هذه لحقت لواحد الدرجه كبيره بزاف وين ربما من الجانب الاداري ما قدرناش نلحقوا لهذاك المستوى جو بونس كو مانو ابري عدم تاهل الى كاس العالم حان الوقت من اجل مراجعه امور عديده من رئيس الاتحاديه حتى اخر منصب في الاتحاديه من اجل اعاده النظر في 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 طريقه سير المنتخب الوطني وطريقه سير كره القدم الجزائريه. نعم هي كانت من افضل يعني النهار جاء سي زتشي يعني خير الدين يعني لما جاء انا جيتي سانسيرمون يعني ماهوش ما نعرف مي سيتي كامام كيلكان كي افي كي افي دو بيان ايلا في كيك شوز ديكستراوردينير ان طونك ريسبونسابل في الاكاديمي تاعو هذيك في الكلوب تاعو هذاك يعني بداها تدريجيا وجا طالع ايلا ريوسي في الكارير تاعو ان طونك ريسبونسابل دون ايكيب جا ليكيب ناسيونال جا لا فيديراسيون جو بونسي كو قلت الحمد لله هي كان مام جون و ان بونوم كي امبيسيو اي كي ا كان مام دي دوني وعنده فهم الفوتبول داروا له عراقيل وداروا له دي شوز اللي تما شغل ان با بو الي يعني بور او موان لو دوزيام موندا تاعو دوماج مي il faut faire en sorte que les gens يعني اللي راهم dans ce milieu يعني يخلوا البيبان peut-être à d'autres personnes et à des personnes يعني peut-être اللي عندهم تجربه وعندهم قدرات ولا عندهم نفس اخر يعني بوركو با بار اكزومبل المجموعه اللي كانت يعني مقبل يعني اللي كانوا peut-être à les faire revenir. Voilà, donc c'était la vision de Sid Salah Assad. Justement, un joueur d'Aïmel Fil Moutakhab Al-Watani nous a quitté récemment. Allah yarhamou Fouzi. Je pense que عندك رسالة. Ah oui, Fouzi, d'abord, pour moi, Fouzi, on était ensemble, à Mulhouse, en équipe nationale. Fouzi Mansouri. Fouzi, c'est. L'autre, c'est Yazid. C'est le, il n'a pas de. Rien à voir avec. Moi, ils ont fait l'erreur, derrière l'asm de Yazid. Mais oui, c'est Fouzi. Ou un de ses frères, Abdelaziz. Il a joué avec moi aussi. في ميلوز نعرف وليد وميكيس ونعرف المرأة تاعو إيزابيل فهمت يعني عشنا أنصمبل دونك دابور موي ما فامي فهمت كي أنا والأهل تاعي يعني نطلبوا ان شاء الله رب العالمين الاخ فوزي باسكو سي تينغا اكستراوردينير الناس اللي كونيس با اللي كونيس با يعني ما يعرفوش مي سي تينغا ان فري هوم يعني رجل يعني متخلق رجل يعني ان طونك فوتبولور سي تي ان بونوم il savait pas faire marche arrière comme Kanchando surtout en Afrique on avait besoin de lui il a donné quelque chose d'extraordinaire pour notre football يعني في لابيريود تاعو c'était un meneur يعني un chef وشنو il parle pas يعني c'est le donc نسلم على دابور على المرا تاعو وعلى خوه وعلى وليدو يعني نقول لهم الله يرحمه كما احنا نقولوا احنا فهمت الله يرحمه اوني افيكو يعني نتمنوا له بوتاتر اوني سيرا دو فير ان سورت نوتر انسيان ايكيب يعني كسا سوا جوار اي بوتاتر ديريجون كي اون ايتي يعني في ليبوك تاعنا اون فا ايسي دو فير كيك شوز يعني بور voir la famille تاعو نتلاقاو peut-être معاهم ولا نقولهم ولا ان شاء الله فوالا دونك فوالا شيخ on a fait un petit peu le tour concernant كرة القدم والمنتخب الوطني والحياة الشخصية لسيد صالح أسعد
اللي وضحنا ربما الجمهور كان متعطش من اجل سماع مثل هكذا تصريحات. افون دو باسي لي كاسيون هكذا اللي سميناهم حنا هكذا سي لي كاسيون ريبونس فريمون خفيف ظريف، ولكن افون حبينا نسقسيوك على شفنا ريسامون قبل اسبوع على ما اظن وين فريق سابق بياجي نجحوا في اعاده امضاء نجم كره القدم الفرنسيه، واحد اللي راح يكون عنده شان كبير في كره القدم العالميه كيليان مبابي. دونك حبينا نسمعوا رايك سيمو بارابور ا سا. با بوتيت يا دي جون كي ديز يعني بالك يقولوا صح يروح لا مير ايكيب دو موند، يعني سي تادير ليكيب يا بلوس دو لو ريال، فهمت؟ مي انا دو لوت كوتي نقول il est jeune, il est dans un club où il a des responsables, ils vont pas lâcher. يعني المجموعه تاع قطر ils vont pas lâcher parce que c'est des gens aussi ambitieux, ils veulent arriver là où les parisiens يعني مبكري هما باغيين يديروا une équipe qui va jouer les grands rôles, les premiers rôles en Europe. Et depuis l'arrivée de Khalifi Nasser, il a essayé, il a ارتفع يعني رفع المستوى تاع باري ولو يعني peut-être في الكوب يعني في الكوب دوروب ils ont pas pu arriver l'OSMO بالخسارة هذيك تاع ريال مدريد avec le la remontada تاع OSMO. Mais خليني نقول بلي قطر ils ont des idées, ils vont au fond des choses, donc ils voulaient pas que Mbappé يروح ailleurs, ils veulent garder les meilleurs joueurs تاعهم. Et c'est bien pour lui parce que il peut être aussi si il va partir champion, il devient champion d'Europe, Paris c'est aussi حيكون لا ليجوند جديده تاع الفريق هذا اللي في وقت من الاوقات كان مصطفى دحلب لا ليجوند تاعهم على ليبوك تاعنا ونيتي لحقنا الكارت دو فينال دومي فينال وقيلا الكارت دو فينال كونت لا جوف. تحيه كبيره داير لمصطفى دحلب ميموس. انا لما دخلت لبارك دي برانس ولما دخلت الفريق بياجي أدركت المكانة تاع مصطفى. مصطفى في بارتي دي موبل كما يقول لك رجل في باريس سان جيرمان سيتي لان دي زوم كي اون في اون سورت كبر بباري اللي تي افون سوزيك افون سوزيك داير بار لو بي بوتيتر je fais passer des bons jours sur le مجموعه تاعي كامل فهمت صافيت جيج الوسم الروشتو دحلاب فرنانديز كوريول هادو كاع مجموعه اللي كنا يعني كل دي غران جوار سيتي دي جوار بات سالك لو غاردان بيت ليكيب دو فرانس تانيك سيتي دي جوار كي اون ماركي اوسي لور توكو تاع تشاد هلاك فهمت يعني سيتي دي بون جوار ودحلب افي يعني من بيريود دو كارير تاعو في باريس سان جيرمان سي في بارتي دي بيلي انفان دي جوار كي اون في اون سورت كو باري تعرفت لي بليسور. شيخ العدو رقم واحد لمشوارك الكروي؟ العدو تاعي سيتي سي لي بليسور سكو جي يو كوم بليسور سي ان باردون مي انفان سي دي شوز لي يعني ما يخلوكش باش ترجع وانا ضربت يعني je me suis battu parce que le chirurgien Jäger اللي فتحني في لا دوزيام فوا في ميلوز شاف فيا قال لي صالح كون جاتك في 29 ans 30 ans قال لي واش عليه زيد تكمل فيها اربع سنين هذه مي جاتك تري جون جاتك تري جون il était il a vu blick c'était vraiment grave ce que j'ai eu وعاود وليت باسكو انا جو سوي ان باتون يعني جو لاش با يعني كي نحب نرجع فهمت يعني نحب الحمد لله على كل الحمد لله رايه القبه ميلوز بي اس جي ميلوز رايه القبه دونك اون فوبالي دو رايه القبه على كل حال في نهايه الكيسيون تاعنا هذوما على سريع ولكن جيسبيغ تفهمني جوستومون ا بري في هذا الكونسيبت قبل ما نختمو انا حبيت نسقسيك لما تقول شكرا لما تقول صحة شكرا نقولها لما ونقولها لبابا شكرا باسكو اي مون دوني اون بون ايديوكاسيون يعني الحمد لله وكبروني ردوني راجل وردوني انسان يعني كل ما نتكلم بهم نتكلم عليهم دونك سي
كما يقول لك سي الماركه تاعي هذه سي مي بارون سي لا ماري اي لو بار صافي بليز. لما تقول شيخ امبوسيبل ننساك، مستحيل ننساك، امبوسيبل ننساك، بوتيتر انت تقدر على دون الفوتبول ولا دون الفوتبول ولا في الدنيا بصوره عامه با فورسيمون دون الفوتبول. امبوسيبل ننساك ان شاء الله نكونوا دائما ربي ذكرنا بالاسم تاع ذكروا ربي العالمين، يعني ما ننساش ربي العالمين، ما ننساش ما شاء الله اخير خلق في اللي خلقوا ربي العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، نبكوا عليه ونشدوا فيهم هما اللي هذوك ما صح. صحيح. لما تقول شيخ اليوم ابري قال اكسبيريونس هذه والحياه هذه اليوم تقول له خدعتني، خدعتني نقول لها خدعتني لي دو جونو كلهم خدعتوني جون با بو ريزيستي ا تو سكو يعني واش كنت باغي ندير واش كنت باغي سيتي لو راف دان جون تو جون يعني كي كنت كنلعب شراقه بشراقه تو جون هكذا مانيش عارف مالك نطقني ولا ما على باليش يعرفوني كاع لي جون تما يعرفوا بلي كنت نقول بلي نلعب هنايا يعني يعرفوني كاع لافريك ومن بعد لازم يعرفوني كاع ان اوتر موند يعني Donc je vivais pour ça, je vivais pour le football et je vivais pour être pour être un champion. يعني je l'ai pas caché, يعني كنت نحب باش نولي le meilleur de tout ce que je faisais. ما شاء الله. نوتر كاسيون شي قبل ما نختمو peut-être un joueur, peut-être واحد من المجتمع اللي تقول له ضيعت مشوار كبير. بالي ضيع مشوار كبير شفت ان جوار بار اكزومبل كنت كيش يقولوا لي ربي كيلعب مجيتي موشنت ان افونسونت لعب في ليكيب ناسيونال مراكشي جلي في دون ان ماتش الى ماركي دو بوت كونتر وقيلا لعب جورج ويا على ليبوك الى ماركي افيك اون لما كان في تركيا لا مانيش عارف لا كان في تركيا ولا لا في تركيا انا ما نعرفوش انا ما نعرفوش شفته برك ف جلي فيو يعني لا كاليتي ديجا بور لو فيزيك تاعو و سو التيران كومو كي ليتي يعني كومو كي لاريفي ا فوال بالون في رجليه سيتي فاسيل ولا ديتون تاعو الديبلاسمون تاعو لو دريبل تاعو جلي فيو قلت هذايا il peut le premier joueur le peut-être en Afrique il va faire en sorte il soit معروف عالميا donc il avait des qualités extraordinaires يعني pour تلاقيت به سمانه ابري سمعته يهضر قلت je retire ce que j'ai dit parce que je pensais que il avait يعني تفكير باش يكون footballeur et pour être footballeur il faut faire des sacrifices il faut pas aimer المعيشه تاعك يعني كانسان يعني تحب tu fais n'importe quoi. Footballeur, il faut faire des sacrifices. J'ai compris qu'il aimait la vie aussi. Donc, قلت, non. Dommage. Et vous pensez parce vraiment qu'il a raté une grande carrière? Ah, il a raté une grande carrière. Très bien. Le meilleur joueur, il a été avec Cheikh dans votre vie, Kouraoui? Le meilleur joueur, c'est l'Akhdar. L'Akhdar, j'aime l'Akhdar. Madjer. C'est des joueurs... Non, c'est un joueur, Cheikh. Non, c'est des joueurs que... ils avaient des qualités et ils avaient des choses les تسمى شغل بيني وبينهم متفاهمين غير بالنظره غير بالخزره فهمت يعني on était capable de faire beaucoup de choses يعني intelligemment techniquement on était au-dessus physiquement aussi يعني كانت عندنا كل واحد والاخر تاعو مي الاخضر جاي من الاخضر باللومي الاخضر باللومي تحيه كبيره ليه تحيه كبيره كذلك لرابح ماجار واللاعبين اللي كانوا معكم في جينيراسيون فوالا دونك مير ديفونسور اللي ولا اصعب مدافع واجهته في حياتك الكرويه شيخ اصعب جو ودير بوتيت واحد اللي ما كانش الناس يهضروا عليه بزاف ما يعرفوش دحمان درواز دحمان درواز دحمان درواز على الاتحاد العاصمي يفوز مال يعني سيتي ان جوار كي يقيسك يوجعك تحيه كبيره ليه لعبت عنده انا هذا المدرب في نجم بن عكنون لعبت عنده في نجم بن عكنون دونك احسن بون تحيه كبيره ليه سي الشيخ دحمان درواز احسن مدرب نحب رشيد مخلوفي الله يطول عمره
il est venu dernièrement, j'ai pas pu aller le voir parce que رحت deux fois des moments où il كنت نواسي des analyses ou منا كامل donc j'ai pas pu sincèrement يعني ما قدرتش نروح نشوفه mais que j'aime beaucoup, je respecte و نتمنى له ان شاء الله كل خير وان شاء الله نعود نشوفه هنا طرف ان شاء الله. ان شاء الله. دير لنا كيسون فارق القلب شيخ. فريق القلب سي كوبا سي علاش باسكو رايد القبه باسكو ما جيتش اكسيدونتالمون عندهم جيت كانوا تو لي كلوب دالجيري يحبوا يدوني ديها ملمسي هو ديها ملرسي جي هو ديها تلمسان ديها ديك فهمت الجي لو سما لو سي ار بي مولوديا يعني كانوا كاع مولوديا ما كانش عندي بزاف مي سي ار بي لو سما اي تي وانا حبيت القبة علاش حبيت القبة باسكو ليماج كي زوفري يعني كي دوني ل اون دور يعني الناس سيتي موربيان سيتي اون ايكول تربيه وانا جيت ان بونوم نحب دايور كنت جيت اون ايكيب ناسيونال داوني مفاسيو ما داونيش داوني مفاسيو ملمسيد يعني فهمت نحب حاجه وين فيها اخلاق فيها تربيه فيها اي لو ار سي كان دوني سيت ايماج يعني لوفري سيت ايماج يعني للناس ما لازمش يفشلوا لازم يولوا باسهل حنا لا فورس تاع القبه سي دو ريفينير ا سكيتي كوبا سي تادير سي دو فير لا فورماسيون اي ا بارتير دو لا بلا فورماسيون اللي تكبر ليكيب تاعك وتكبر لو فوتبول ناسيونال باسكو اون ايتي طول طون لو ريزيرفوار تاع لي زيكيب ناسيونال les équipes nationales cadets juniors militaires seniors c'était comme مصلح حسين دايره يد القبه نهد فهمت سيتي اون ايكيب لي كانوا عايشين فيها كاع الفوتبول ناسيونال سيبري على كل تحيه كبيره لفريق رايد القبه اللي عطانا اسطوره من اساطير كره القدم الجزائريه سيد صالح عصات شكرا جزيلا لك سيدي على الوقت اللي خصتونا وعلى الانترفيو هذا ان ديرني مو اي با ان ديرني مو سي كو اني جيتك ايفيكتيفمون اي با نشكرك بزاف جيتك باسكو جي في بوكو دي فوا ولا كنت نحبش يعني سي با كو جيم با يعني نجوز في التلفزيون مي يعني سي ديفوني ان تي بو فهمت يعني المهم جو دار دارك شيخ سي بلوز امبورطون مرحبا بك يعطيك الصحة يعطيك الصحة le bonjour à tous mes amis, à tous les joueurs qui ont été on était yani ensemble ou par votre billet c'est une occasion yani باش نسلم عليهم que ce soit des joueurs les romana ou la à l'étranger نسلم عليهم et encore une dernière fois aussi pour la famille de Mansouri surtout pour sa femme et le fils تاعو وخوه عبلة et ben نقول لهم الصبر ولله ما عطى ولله ما اخذ وان شاء الله اون سيفيرا اون اوتر فوا ان شاء الله مع العائله تاعو